مهما يكبر الإنسان يقعد ديما عنده حنين للمرأة اللي هزته في كرشها 9 شهور واللي رباته واللي علمته واللي قراته. فرضا في يوم من الأيام الأم نجم تغلط في حق ولدها، لما يطلب ولدها السماح ويطلب لوليد السماح من عند أمه، هذه فضيلة ومعمرها ما كانت حاجة خائبة. واخفضوا لهما جناح الذل من الرحمة. مباشرة في هذا السياق نستقبل مع بعضنا كمال المهذبي. هاي سي كمال. سي كمال مرحبا بك، تفضل. مرحبا بك سيدي. تفضل سي كمال. تفضل. مرحبا بك. تفضل سي كمال هوني. مرحبا بك سي كمال في برنامج عندي ما نقول لك. هات نتعرفوا على حكايتك اكثر. مباشرة تشاهد معايا هذا التقرير. طب ساعات تكثر المشاكل وتكبر النفوس ويبعدوا القراب على بعضهم. عام 2004 بدأت مشاكل سي كمال مع أفراد عائلته على الأرض، وبعد عام تهاجم عليه خاله ومعه ناس أخرين وخرجوه من أرضه بالسيف. تعارك سي كمال مع خاله وصلت ما بيناتهم العركة للضرب وتخل الحبس، ومن وقتها ما عادش ينجم يمشي للأرض ولا يزور أمه خوف من خاله. سي كمال خسر أمه وخسر معاه أرضه، والليلة في عندي ما نقولك جاي عنده كلام في قلبه يحب يقوله لأمه للا فرحانية، فماشي ما يصفى قلبها من ناحيته. مرحبا بك سي كمال. كيفاش بدأت الحكاية؟ أنا سيدي من 2004 11 جمعة تعرضت للهجم معنا مع خالي وعنده معنا أفراد ومع أخرين ضربوني فهمه الله. ما أنا قاعد نتقاتل هو يضرب وأنا نضرب، ما نكذبش عليك. فهمت الله. انت وشكون؟ انا وخالي خالي وجماعه اخرين. فهمت الله. وشنو هي اسباب العركه؟ على الارض. على الارض. على الارض. على الارض. فكوا لي الارض نتاعي. فهمت الله. كاو تغلبوا علي. هذه عركه كبيره ولا؟ عركه كبيره. عركه كبيره. ف 26 واحد متحامين فيا. اي فهمني. نمشي للحاكم نشكي للحاكم وهم يشكوا للحاكم. سامحني نشكي. سامحني. انت وحدك ضد 26 واحد معناتها؟ انا عندي خويا فهمت الله زاد حطوه في الحبس ما عادش يحب يتكلم. خويا ما عادش حاب يتكلم. عندي اختي روحت لليبيا. انا نحكي على عركة. شكون وشكون؟ شكون ضد شكون؟ انت انا وخالي والجماعه الاخرين. والجماعه الاخرين. اي مع الطرف الاخرين. خالك قداش من واحد معاه؟ معاه هو ولاده عنده اربعه. اربعه. اي عنده افراد اخرين معاه 26 واحد. يجي 26. اي 26. وانت شكون معاه؟ قلت لي انا انا كان وحدي. زوز من الناس. اي كمال. كمال دقيقه بركة نحب نفهم الحكايه بالكدي بالكدي ونبدا مركز معاك. فهمت؟ باهي. فما 26 واحد هذوما وانتوما زوز اشخاص. يعني هذه هذا فيلم. هذا فيلم تاع جاكي شون هذا. اي اي تنجم تقول هو رئيس محك ما هو حارفها. هو رئيس محكمة. لحظة بركة. وين وين صارت العركة بالضبط سي كمال؟ وين تلمتوا؟ فوق الأرض نتاعنا. وين تلمتوا؟ فوق الأرض نتاعنا. فوق الأرض نتاعك. فوق الأرض نتاعنا. اللي هي عددها 1047. يعني 26 ضد زوز. اي ضد زوز. باهي. جبنا تراكتور. وأنتم الزوز خرجتوا من 26. لا ما خرجناش من 26. ما نسولش. فينا اللي بشيل الله بشيل السبيطار هزات الحماية. ايوه. فهمتني؟ هم بعد فهمت الله كيف مشينا للبحث وجبنا الشكايات وكل شيء. احنا اتجهنا للمركز. هم اتجهوا للجمهورية. هم شكايتنا احنا تنحت من المركز وشكايتهم هم مش تولوا هم مشتاكين بينا. ايوه فهمني. خويا علاش تنحت من المركز؟ الله اعلم. هو تحطت اللي هو مشتاكيه خاطر شاكل السيد وكيل الجمهوريه. وانا شاكل الحرس. ايوه فهمني. خويا تحكم 9 شهور وانا تحكمت بثلاث شهور. معناتها هذه الفيرسيون نتاع هذه توا اللي فهمت هذه وجهه النظر نتاعك انت نتاع الحكايه. اي بون لازم فما نتصور فما حاجات اخرى تنجم تخبيها ولا ما قلتها. لا لا لا, 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 لا. اما احنا شوف نتجاوزوا هذا الكل. نتجاوزوا هذا الكل لانه يعني الطرف الاخر هو اللي نجم يقول لنا. اولا ساعة الطرف الاخر ماهوش موجود. واحتمال تكون عنده وجهه نظر ثانيه على خلاف وجهه النظر نتاعك. ومش هذا هو موضوعنا. فهمتكم. نقولوا احنا على اثر العركه هذه اللي صارت بينك وبين 26 واحد انت ما عادش شفت امك بالكل. ما عادش نجم نشوفها حتى كي نرجع غاديك. نرجع غاديك تصير لي مشكله ونتبعت الحبس عادة. كيفاش؟ نتبعت للحبس لانه هو كيعرض لي ومش يفتززني. احس برايك. نسكت انا نتكلم نولي قبل الحبس. يعني ما منعك حد من انك تمشي؟ لا مشيت عده مرات وحوزي بالحجر وانا عندي واحد الايامات بال 26. فمن لا انا تعرض لي وضربني بالحجر في بالي باش نمشي لها. قدمت فيه شكايه لسيد وكيل الجمهوريه وتحكم بثمانية شهور ونص والقضيه نهار الاربعاء. فهمتني؟ باهي. شوف انا مانيش ندخل برشا في تفاصيل القضيه. اي
اللي يهمني في الحكايه الكل على خاطر كما قلت لك الطرف الاخر ماهوش موجود، انت قاعد تحكي في حكايه احنا يلزمنا نكونوا محايدين بين الحكايه اللي حكيتها انت وبين الحكايه اللي باش يحكيها السيد الاخر. باهي، انا فما حاجه ما قنعتنيش برشا في الحكايه نتاعك وما دخلتش المخي برشا. اللي العركه مع خالك هي اللي منعتك باش تشوف امك، ما تدخلش للمخ برشا. فهم هذه كيفاش؟ احنا في ولايه زغوان ماهيش متقيه ولا ماهيش مسموعه، هما 91 قضيه. أي. 91 قضيه، ما انا من 2004 وصلنا 91 قضيه. يعني شكايات الدوسيات وجبت مخطط من الصحابه. فهمني؟ ما انا مانيش عندي ما انا مش نعمل حاجه من مخي ولا مش عزيز نحب نكبر حاجه ولا هذه حاجه ما انا حتى من حاكم يعرفها. حرس الزريبي يعرفها، المعتمد الزريبي يعرفها، الوالي يعرفها، المعتمد العمده يعرفها. ما فماش ولا حلال يدخلوا ما اقارب يدخلوا ولا تحلال فهمت شيء خالي هذا واجد فلوس فهمت لا صحيح انا ما نكذبش عليك وقت اللي يتهور علي وفك لي ارضي ونشوفه كيفاش يعرف فيها ما نكذبش علي انا مخي يحبس ولتو ساعة الان كون جبت اولادي كبار معناها كل شيء ما نكذبش عليك مانيش توا اللي نحب نحوصله واللي فهمته انك انت ما تتنجمش تشوف امك على خاطر خالك على خاطر خالي حايز الارض حايز الارض وقت اللي انا نمشي قداش باهي عندنا قلنا ما ريتهاش سبعه من احنا من 2004 قلت لي لا 2004 11 هذاك بدات العركه اما في 2005 نهار 7 نوفمبر سبعة نهار اي نهار العيد فهمتني انا عيد العيد الصغير بالجمعة 7 نوفمبر 2005 تهجم عليا كي تهجم عليا قالت لي المرأة ما عادش نبقوا لهنا ولاد صغار ما عادش يبقوا يقروا خويا لهنا وما عادش يخلينا هذا كل اليوم بيضرب الحجر ويبعثك الحبس نحاول حاولت تو في دار كريم معناتها سبع سنين ما ريتش الوالدة نتاعك في جرة خالك اللي حايزك ما يخليكش تتعدى باهي ولو كان جي أمك شو تقول لها سبعة أنا مش نقول لها سامحيني مانيش أنا المذنب سبع سنين ما رثيليش ولا باش تقول لي انا ولدي ما ينجمش باش يجيني اذا كان انا نقدر باش نجيك راني نجيك اما نجيك راني خاف الحبس على خاطر انت تتوقعها مغش عليك سادة هي توقع ممكن هي تراه في روحها هذا تراه في روحها تو نقدر نجاه ولكني خاف الحبس خلي ولادي الحبس لكن كنت تنجم تجيها في بلاصه اخرى مش بشرط هي تمشي ما تنجمش تمشي هي مريضه ما تنجمش تمشي أيوة. حتى كي ترك في اللواج هي تسكن في زغوان الوالده هكا لا تسكن برا من زغوان في الريف نتاع ايوه في الريف نتاع زغوان وانت تو وين تسكن وين عايش؟ انا نسكن في الزريبه اعطيني واحد خرجت من زغوان مشيت للزريبه قريبه شويه كريت مده فهمت الله من بعد فهمت الله جاي واحد فهمت الله اعطاني دار قال لي اسكن فيها مده فهمت الله ما انا لا تخدم لا تعمل حتى شيء مانيش نخدم انا حتى ولادي بطلت من القرايه بطلت حتى من المدير بعث لي تاع السي فهمت الله قلت راني ما نقدرش باش نقريهم على كل سي كمال ان شاء الله ليله نوفق في انه امك تكون موجوده لهنا ان شاء الله في برنامج عندي ما نقول لك وتقول لها اللي تحب عليه بعد سبع سنوات من الغياب. سي كمال المهذبي جاي لبرنامج عندي ما نقول لك يحب يتقابل هو وامه بعد سبع سنوات من الغياب، الغياب هذا كان قسري كان مفروض عليه لانه فما مشكلة ميراث في مستوى ارض، خاله ما حبش يخليه يتعدى من الارض هذيك، امه مقعدة مريضة دونك ما ينجم يشوفها كان في المكان هذاك، على كل سبع سنوات من الغياب الليلة هل تتحقق الامنية نتاعو في انه يرى امه؟ الاجابه مع الزميل قاسم. قاسم مساء الخير. مساء الخير عليك. شنو الجديد خويا عندك في الاستوديو؟ عندي امي فرحانيه جاتنا من محل اسمها فرجانيه ولا فرحانيه؟ فرحانيه ان شاء الله. جاتنا من ولايه زغوان. قداش عمرك امي انت؟ 75. تبارك الله. تبارك الله. قداش عندك من صغير؟ عندي خمسة بناويد ثلاثة مخذين واثنين معي اثنين معي وسايب وين؟ توفى من عام 2000 الله يرحمه بما نطولش عليها خاطر هي مسكينة مريضة شوية هاي باهي مرحبا بها هاي بارك بحذاك مرحبا هاي تفضل مين مدام فرحانية
هاي مدام كنعاونك شوية. إيه صباح فيا. هاي حاج. أي صباح فيا. أي درجة ونزيد درجة أخرى، زيد درجة أخرى، زيد أطلع زيد زيد هكا 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 فوالا. هاي أقعد خالتي فرحان هكا سافا سي بون. مرحبا بيك خالتي فرحانية في برنامج عندي. ما نقول لك قبيليك سألك قاسم قال لك قداش عندك وليدات؟ قلت له خمسة بنات. هكا عندك وليدات ولا؟ ثلاثة. ثلاثة، واحد معرس باش نتاه واثنين نزلوا عزاب. اه واثنين عزاب. ايه ايا به. ومعاك ثلاثة عايشين؟ اه لا عايشين معاك ثلاثة؟ لا الكبير معرس وساكن على روحهم. ساكن على روحه والاخر؟ الاخر معي. والاخر؟ معي. اللي وحده قداش عندك إذا مريتوش؟ اه قداش عندك مريتوش اللي وحده؟ اللي معرس وساكن وحده؟ هاوري راه يجيني يسكن في الزريبه، انا في الجوف والزريبه. قداش عندك مريتوش؟ يعني تو عندي شهر ما يخدم مسكين. اه شهر مريتوش انت؟ شهر مريتاش. ايوه شهر مريتاش. شهر بركه يا حاجه شهر ولا؟ شهر مريتاش. اه شهر بركه. شهر بركه. كاهو. باهي وترى فيه مره بركه انت يا حاجه؟ هي هاون وين يفضى ما وخدام يخدم. اه وين يفضى يتعدى. وين يفضى معناتها الشهر اللي فات شفته انت؟ ايه شفته. ايوه ساعات هناك يفضى يجي يطل عليك. معناتها يجيك معناتها يجيني يطل عليك. وعلاقته باهية معاك معناتها؟ هاو هكاكا هو ما حوال على قدها. اي ما راه هكاكا وليدي انا ما نطمعش فيه. ايوه هو ما عندهاش. اي وخدام حزامي خدام مرمى. اي ومع خاله باهية علاقته ولا؟ مع خاله؟ اي مع اخوك معناتها؟ يعني مع خويا. مع اخوك اي. اخوتي انايا عندي ثلاثة حشاك. اي علاقته لا علاقته باهية مع مع خا مع لا باهي. اه باهي مريقل معناتها ما عنده حتى مشكلة. لا باهي عنده حتى. اي باهي يا حاج شوفوا معايا شكون مستدعيك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. هاي يا حاج. يا نعم. عرفتوش شكون؟ هذا يا ولدك اللي في الزريبة يا حاج وعنده ما يقول لك. هاي آه يا سيدي يا سي كمال. هاي آه قول يا خويا اش عندك يا سيدي؟ عسلامة امي. يا جاكي شون اثنين ضد 26. لاباس. اثنين ضد 26. هاي لاباس امي؟ لاباس الحمد لله. لاباس العائلة كلها؟ لا الحمد لله لاباس. علاقتي مع خالي باهية. خالك رمضان؟ أنا رمضان. خالي اللي علاقتي معاه باهية اللي وصلني للحبس، علاقتي معاه باهية. واش عندنا فيه هو باهي ولا خايب؟ لا ما يا ما تو أنا سبع سنين ما رتكش تقولي عنده شر. هي ما تقولي علاقتي مع خالة باهية. أنا قدام الرأي العام نظر ولي أنا يا رسول الله تو هو باهي ولا خايب على راح؟ أخي هو ربطني في الحبس ولا؟ ربطك في الحبس؟ ربط خويا في الحبس ولا؟ ربطه في الحبس. فكنا أرضنا ولا؟ لا ما فكلكش برضه. ما فكناش ارضنا؟ لا. مالش كل فاك؟ لا. مو فاك هو خوه ولا؟ اه؟ مو فاك هو خوه ولا؟ هو خوه؟ ماله ماهوش فاك هو خوه المولد اللي خوك من الامه. لا رمضان قميص ماهوش فاك. لا يا ما عاد وقت اللي جم علينا وضربنا. لا ما تغلط. اسمع يا ما اسمع. لا ما تغلط. اه ما اسمعيني اسمعيني. اه. شوف نقول لك حاجه. اي. وقت اللي جم علينا وضربنا. اي. يضربوكم انتم فوق الارض. فين ضربني هو خميس؟ تو وليدي تو ما هو اليوم واسعة وغدوة ضيقة. غدوة ضيقة واضحة. هكا ولا لا؟ اي. نين الحامي معاك لا معاه؟ اي. هو خويا وانت ولدي. لا يا أما اسمعي أنت حميتي معاه وشهدتي معاه في قضية قبل وتخطيت فيها وقلت ما يسالش كي يوم شهدت معاه ما يسالش. لا 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 لا. فهمتني؟ كيفاش؟ القضية ذي أما كيفاش شهدت معاه كيفاش؟ لا شهدتي معاه أما. لا ما لكني مانيش راجع له، أما نحب نعرف علاقتي مع خوك هذا باهية ولا لا؟ يا ولدي هو توا هي كي صار علاقت معاه باهية ولا لا؟ اصلا توا كي صارت العرك ما ما ضربني معاه ما هو وجي وخلى ما خلاش تعدى ولادي ولادي بالقرايه ما خلاش يغلط حتى كل ربي سبحانه ما يغلطش. انا اعرف اسمعيني يا ولا لا؟ اسمعيني آه. هو حرم لي ولادي من القرايه ولا يضرب ولادك يجوا مروحين ولا؟ انا خميس خميس. لا ما يضربش ولادي. ما ضربليش ولادي؟ لا ما عرضليش في الواد يا اخي تو ساعتها ما الناس الكل ضربت اي الناس الكل ضربتني على خاطر انا تو من الله سي علاك قال لي قال لي جاك شلون قدام 26 قدام 26 تفرع في 26 صحيح انا فرع في 26 ولا؟ هي هي حدش فيه اي حدش فيه ما سالش ما فهمش حتى مشكله حاج
يا زلمة تفضل ضرب يسير تو ما تغلطش. الناس تعاكت وضربت ومشي كل حد على راحه. نقعدوش سيدي شادين مدة العمر. يا ما اسمعني اسمعني شوف نقول لك حاجة شوف نقول لك حاجة باش ما تاخذيش من حسناتي ولا انا راك نتحاسب بيك. لا لا يا ماتك رجعت غاديك وحبيت باش نرجع من قالت المية ورجع داري. جوفة من الله كالعادة ما كي تسمع يضرني ما وصلتش حتى معناها للدار. سمعتيني كيفاش معناها يعجب فيا؟ في بالك نكذب يا اما كان نكذب قولي لي هذاك مو عزوز. ايه عزوز اخي ما هو من طرفهم هما يا اخي هما عاملين جروبات 26 يحضر خميس يسجل علي. تو انت كيف تعمل عقل وترسم مع عقلك ما نرسمش بالنسبه لي انا على روحك وتشد اسمعيني اسمعيني يا هو ما يجيك حد وما يكلمك حد اسمعيني يا اما اسمعيني ما نرسمش ما يجيش هو يفك لي فهمت الله ارضي. وانت اذا كانك انت تحبي تبيعي لخوك ولا تعطي لخوك ما يسالش ما فهمش حتى مانع. اما انا في حقي مانيش عطيه راهو. لا يا حشاك تو واليوم الغدوه مانيش مسيب راني في حقي. يبرد منك ليه انت لان ماني قلت برد براسك. وانا اليوم سبع سنين. لا يا مسلمه اخويا انا مريضه. اي ناي سبع سنين. لا مسلمه. سبع سنين ناي قاسي في الكراوات. لا براسك. فهمتني؟ وبطلت اولادي من القرايه وتقولي لي علاقتك حسنه مع خميس. وانت اش بيك تو عام وطبيت في العام الثاني تو يمكن عام ونص. ما تكلمش فيه وما تجينيش ما تجيكش خاطر ما نجيكش. ما تو انت كي تقولي انت خويا علاقتي معاه بايه على جاك انا نجي ناكل المصبط وانتم تتفرجوا بيا. لا تاكل في المصبط لا شيء. ما ناكلش في المصبط. ما تاكلش في المصبط. ما تربطش في الحبس. تربطت انت والناس الناس الخويا ما ضربوش. الناس الخويا ما ضربوش قريب يقتلوه. اش بيه ما يضربوش في الناصر ولا شيء. الناصر ما ضربوش قريب يقتلوه. يا اخي ما ضربوه عاد وشيء في الحد على راسه. ما ضربوه. ما ضربوه. مش نقعدوا شادين له. تمام ضربوه فضل الله وقلبوا علينا من اعطياته كل وحنا هزنا الفاتوره. وانت ديما تحامي مع خميس. لا مانيش نحامي معاه. لا تحامي معاه. لا. ديما تحامي ديما تحامي مع خميس. ما يكلمش فيا. ما يكلمش فيا. هو ما يكلمش فيا لا يكلمش فيه لا يجيني لا نمشي له. اي لكن شو اي تو انت معطياتك. وخاطيني. كيفاني نقول اطلق عليك؟ معطياتك انت فيسع معناها قلتي فهمت الله علاقتي حسنه مع خميس. انا سبع سنين راني قاسي اما سبع سنين عديت الحبس هذه هو ريشرشي قعدت سبع سنين ريشرشي عليها الحكايه حتى تتنحى هذه تجي الاخرى من طرف شكون من طرف خميس. وجيت تقولي يا كمال اخي انت ما ضربتهاش زاد ماكش ضربتها ضربت ايه ضربت ايه شنو يا خالد لا لا سيد مفضل ماكش يجي هو فك لي حقي ضربت هو زاد ما هو يلزم كل حد يدافع عليه ضربتني علاش ضربتني ضربتها خاطر هو فك لي حقي اخي جيت فكيت له داره هو فك لك حقك فك لي حقي يا المهم اسمعي اسمعني ياما تو كان مش تقولي لا مش فك لي حقي اختي الناس بتحبي تعاد تبيع لها باي بيع لها بايك ما عندي حتى لا عندي باي انا باي راني مش مسلم فيه انا داري اليوم بفضل الله مقصوص فيها المية مقصوص فيها الضوء شبيني مش نعطيها انا شو بدك تعطي دارك ولا اعطي ماك ولا اعطي ضوء اسمعيني انت تحامي مع خميس ياسر اوهو تحامي مع خميس ياسر انا خميس ربطني بالحبس ربط خويا ما خويا هو على روحه في داره انا على روحي في داري باهي انت كي تبعد عليه هو يبعد عليه اشبيني انا نبعد عليه سبع سنين اي ولا تو هو شعمل لك هو خطيه ما عمل لي شيء ايش عمل لك تو؟ لا ما عمل لي شيء. ماري نقول ما عمل لي شيء. ناي ثم ربي ها هاني على ثلثين من حالي ما ريت شيء. ما ريت شيء. ما ريت شيء. اي انت ما تري شيء اما هو وقت يلدق فيا بالستيلو. ماي شاب الدار ومريضه وراقد على روحي. اي هو يلدق فيا بالستيلو. يلدق فيا بالستيلو. وعلاش اخي الارض هذيك اللي فاكه تو المولد يتصرفوا فيها مش ارضنا. هي برا خوف انت برا عارف. منين اخذها؟ كان نمشي تو كان نمشي غاديك تو نمشي للحبس. كان نمشي للارض هذيك تو نمشي للحبس. اش بك مش بك ما تكلمش على اللي ماخذينها ولا دعايه. يا لو تكلمنا عليها وعنا فيها حكم وشكون اللي مش ينصفني؟ اذا ما نصفنيش القانون على خالي اللي هو ما يورثنيش لا ينورث ولا ليس يورثني. هي. خلي مش ينصفني القانون على اولاد عيالي اللي فاكرين اللي يخرج من دارك. انت غلط برشا لا مانيش غلط. غلط برشا. لا مانيش غلط. والله غلط برشا. احنا بابا قداش يملك؟ اصلا يملك 13 هكتار ونص. باهي. اش فاش نتصرفوا احنا تو؟ كل هذا عند خميس ولا عند المولدي؟ لا لا ما قلناش عند خميس ولا عند المولدي. مالك يا عندنا زوز عندهم هما عندنا زوز احنا كان هذاك مبرد لنا خاطرنا على الاخر. كي زاد هما كملوا لنا فكونا ذاك فين مش تبني ولدك ولا بنتك الاخرى ولا ولدك الاخر فين مش يبنوا؟ يا ولدي انت تو تجيب لي في الحكايات هذيا. ديما نتبعهاش. ما تتبعياش على خاطر انت عندك حق ما تتبعياش ما تتبعش اما انا نتبعها على خاطر عمري وعمرك عند الله لكن انا خامم في خويا وخامم في برا تتبع اي تتبع صحيح اي انت تتبع ان شاء الله ينصفني القانون وان شاء الله ينصفني الحق انت تو تتبع في تخمم في خوك اي وتخمم في اختك اي لا ما تخممش عليهم برا خمم على روحك ابعد عليهم ما تخممش عليهم لا ما تخممش عليهم يا حق ضعف جرت حقكم انت دبر راسك الله غلب علي نايفة نايف سلمت في حق
انت سلم. ما يسلم. مسامحه. مسامحه. يا حاجه. مسامحه. حاجه فرحانيه. نعم. وانا نسمع فيكم تتكلموا زوز، فما حاجه لفتت الى انتباهي يا خالتي فرحانيه. انا ما نخبيش عليك، من الاول شكيت في اقوال كمال، اما توا اظهر لي كمال صادق بصراحه، ويظهر لي حكايه انه حقه متاكل، فما منها الحكايه، وارضه مفكوكه وحقه مفكوك. يا وليدي واللي انبهتني يا حاجه، خليني نكمل لك يا حاجه الفكره ومن بعد قولي صحيح ولا غلط. واللي انبهتني كي اللي انت واقفه مع اخوك ضد ولدك ومسلمه تدافع على حق اخوك، وماكش تدافع على حق ولدك، وماكش متقلقه اللي اخوك فاكك، فكك لك حقك انت، فهمت؟ وحق ولدك وحق بناتك زاد يا حاجه. لا لا نحكي لك يا حاجه، هذايا معنويا راو معنويا تبدا الامور واضحه. احنا يضعاف مع الناس. ثقه بركه يا حاجه، يا حاجه انا يمكن ظهرت لي خاطر عندك علاقه طيبه مع اخوك، معناتها وتخاف منه مثلا، اخوك الكبير هذا هذا وتقدره وتحترمه. لا ما هوش كبير، هو الصغير ناي الكبيره فيها. هو الصغير وانت الكبيره. ناي الكبيره فيها. اما يظهر لي هذا. اما هذا يا حاجه صار، هذا كله صار على حساب وليدك هذا. انا يظهر لي انا مش مدافع عليه. قلت له برا بشي خاصم، ناي اخوي ما عنديش. بس الخاص تو الحلو طاه ذي الخصام ما تحب. سالا ما تحب ولا لا؟ سالا تحب ولا حشاك؟ اي سالا انا جايك، انا جايك نكمل مع خالتي فرحانيه ونجيك كمان. ما عنديش وراسك انت، وراسك انت صادقه صادقه وراسك انت. هو يا سباك وحرابك يا لقبة تشري هنا يا كمال. كمال كمال خويا. نعم كمال. نعم انا حسب اللي فهمته انك انت ماك طالب حتى شيء، طالب كان انا سي علاء معنويه وكهو. انا سي علاء في يوم من الايام تقول لك عندك الحق هذا. انا في يوم من الايام اعطيت عادل المنفذ باش يعطوني توكيل باش نخاصم على خاطر المحكمه نقدم القضيه، في اربع مرات تترفض لي القضيه فهمني ولا ما بوش يعطوني توكيل؟ انا حقي ضاع في جرتهم هم. اليوم كيري ما نعطيكش توكيل، ما نعطيكش ما تعطينيش توكيل. كيفاش باش نطالبوا بحقه يا حاجه؟ حامل انت تقول برا طالب. انا تعبت ما نجمش. لحظه برك، لحظه يا كمال يا حاج، انت قلت له برا طالب حقك، انا ما نجمش نجري في المحاكم وكذا. هو يحتاج لتوكيل منك باش ينجم يدافع على حقه وعلى حق اخواته. اعطيه توكيل يا حاج. نعطيه توكيل؟ افهمني عايش ولدي، نعطيه توكيل؟ يغم على الواد بتلمته. لا ولا لا اعطيه توكيل في منابه هو بركه. لا في منابه هو بركه يا حاج. هي يا اخي انا قلت لك سي علاء، سي علاء نعم بالله كلمه، هي كي باش تعطيني توكيل؟ انا مش تعطيني في الخصام، مش باش تعطيوني في باش نبيع ونشري. انا تعطيني توكيل في الخصام وما تعطيونيش توكيل باش نبيع وبيع ونشري. والقانون هو راه ماهوش هي انا يا كمال. يا كمال ما هو زاد هي باش تعطيك توكيل. اي كان باش تعطيك توكيل. اي يلزمها هي تكون معك انت، معناتها فهمت؟ انا مش تعطيني توكيل، هي جات من جيرة خالك. اي هي مش تعطيني توكيل، مش تعطيني توكيل. لا كلامي صحيح ولا غلط؟ قول لي هي جات من جيرة خالك ولا؟ اي جات من جيرة خالي. ولكن شوف نقول لك سي علاء، يا سي كمال ما نجمش نعرف علاش، حسب رايك ترى. أه؟ هي مع والله خالك. والله شوف مع سي علاء وما هيش معك انت. شوف سي علاء لا تجيبش جاوبني. ممكن رغم اخوي الحق معك انت. اي ممكن. لحظه يا حاجه، لحظه انا جاي. ممكن ممكن انا خاطر تزوجت بالمراه اللي ما حبتش عليها امي، معناها ما جيتش في توحه. ممكن فهمتني هذيك اللي قاعد معناها حطتها في مخها. واضح واضح. اي وش هي الاخر؟ المراه ما تجبدهاش، المراه خاطيه. لا تكلمني انا، لا تكلم غيري. خاطيتنا هذيك يا حمد. لا ما استنى، لا ما هو يقول لك انت جيت من تل اخوك من شيرة اخوك على خاطر انت ماكش راضي عليا في المراه اللي خذاها. يا اخي ما فيهاش عيب، انت ماكش راضي. لا سيدي المراه ما يدخلهاش، المرأة خطيتني مسكينة. اي اما هي راهي ماشي بعيدة عليا. انت راضية راضية بالمرأة اللي خذاها هو؟ لا 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 المرأة ما ندخلش فيها انا، المرأة عندي ايه. لا هو يعيش معاها، هو جايز معاها شفاتها ومعمر بها بيتها ونايمة يا حاج. ما سكرها ما خذاها. عاجبتك المرأة اللي خذاها انت؟ عاجبتك المرأة اللي خذاها؟ عاجبتني. واش عندي فيها وليدي؟ كان باهية ما على روحها وكرة خايبة على روحها حتى ولا لا؟ هي قلبها. باهي شوف نقول لك على حاجة، شوف نقول لك على حاجة، احنا انا في البرنامج وغدوة نجي نكسر حجر اذا كان ما يضربنيش وما يهدش عليا، اش قولك؟ انا نكذب وانت على حق، واذا كان هو داق عليا وضربني اش قولك؟ تو عاد كان باش تولي تلقط انت كاكا. اخي مش تلقط، انا حقي تو ضايع، انا حقي ضايع يا اما، راني سبع سنين، راني سبع سنين في الكريه. انا نقول لك على حاجه، في وقت من الايام فهمت الله حق السيجار وما كسبهاش وندفع الكريه، علاش انا داري وارضنا موجوده ويتصرف فيها فلان وفلان واحنا لا؟ علاه؟ لوح عليك. باش انا نقول لوح عليا. يا امي مش يرحموا عليك زعما حسب رايك. ايه مش يرحموا عليا. ها ها يرحموا عليا. قال ما رحموش عليا وفاق.
هاك الترحيم نتاعهم هما اللي باش تطببني للجنه. ايه وعلاش علاش نقعد انا؟ لوح عليك. اسمع شوف نقول لك حاجه. لوح عليك. لا لا شوف نقول لك حاجه. انا نقول لك نعطيك حاجه. انا راني ما نضيعش. اما نقول لك على حاجه. ايه ما انا تشوفيني توا تعب. ايه ما باش تشوفي رشيد تعب. ايه ما باش تشوفي حبيبه تعبه. ايه ما باش تشوفي الناصر تعب. هما تعبين اتصلتني. هما تعبين خير منك انت، علاه تقول خير منك انت؟ علاه؟ هما متثقفين بانفسهم. اي لا يدوا حد، لا يسرقوا حد، لا يتلغموا على حد، لا يجيبوا ساحة حد. انا سارقة. ها؟ انا سارقة. باش تسارق. ها؟ ما تهناش. كي تقولي نسرق العباد انا سارق. ما تهناش. علاش ما تهناش؟ على حقي ما تهناش، راني ما نحبسش. على حقي. على المشاكل ديما تلوج. لا على حقي ما تمشيش في بالك نسرق. يا خويا بربربش على حقي. وريت نقول لك ياما نقول لك على حاجة. اسمع نقول لك باش نعطيك واحد زاد واعترف قدام 11 مليون تونسي. ردي بالك اذا كان ناوي باش تعرس لخويا في ارضنا معناه وانت ضدي هنايا يستحيل راه. اي هو يستحيل والله. كيما عديت ثلاث شهور كيما تزيديني انت ست. اي معلش يا خليفه جابك كان انت. جاب ما هو ما جابنيش انا معاك. اه ماله. تو ما جابنيش انا معاك. فرعا. تو ما جابنيش معاك. خوك ما يعيش معاك. كيما لا توك كيما جابنيش معاك. علاش ما عطيتش التوكيل على هالشيء هذا؟ اي تبدا هاك باش الناس. كيفاش نعطيك التوكيل؟ اي هكا تخرجنا من ديارنا. أي. تهجرنا. أي. تضرب تعمل كذا. لا 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 شوف شوف تخليها. لا لا شوف نوريك حاجه. اسمع نوريك حاجه. ثم توكيل مفوض يبيع ويشري. اي وثم توكيل في حد الاقسام. اي لا نبيع لا نشري به. نخرج لك بايك نقول لك راه عليك اجراءات كيما نقولوا 200 ولا 3. اما نحب ناخذهم على امي ولا تحب نقول لك السماح وتاخذي بايك. اي وما كنتش باش تصرفي معايا انا كي صلحت اسم بابا باربع ملايين صلحتي معايا انت. ما كانش في لحظة يا كمال 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 حاجة عندي ليك سؤال سؤال صغير بكل انت فاهم الفرق بين التوكيل اللي مكنك باش تبيع وتشري وترهن وكذا 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 وبين التوكيل اللي محدد في الخصام بركة معناتها فاهم الحكاية ولا ماكش فاهمتها؟ اسمع عايش لا 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 استناني هذه مسألة نحب نوضحها خاطر لازمها تكون واضحة فاهمة كي تعطي لولدك توكيل انه يبيع ويشري شيء وانه يخاصم به التوكيل هذاك بشيخ وحقره وشيء اخر. افهمني افهمني. لا فهمته أفهمني. هذا ولا ماكش فهمته؟ فهمت. باهي. افهمني افهمني. ما دامك فهمته هذايا يا حاجه طبعا. يا حاجه يا حاجه. مثال خذ بخاطري نسمع فيك من قبيله. باهي اسمع شوف جوست نحب نسمع في نسمع فيك من قبيله وما حبيش نتدخل لكن النقطه هذه راهي مهمه برشا برشا برشا. باهي اذا كان تعرف وانك تفرق بين الزوز توكيل وقلت ما نعطيهش توكيل نخاف ما يخرجني من داري ويخرج اخواته وما ويعمل 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 التوكيل راك اللي باش تعمله له ويصلح كان في الخصام ما ينجمش يخرجك ولا يحرم اخواته من الميراث راهو في التوكيل اللي والله يخرجني ما ينجمش بالقانون يا حاجه يا حاجه قانونيا ما ينجمش انت باش تعطيه توكيل انا مانيش محامي باش نقول لك الكلام هذا لكن على حد معرفتي وهذا معروف عند الناس الكل كي تعطيه توكيل باش يخاصم به لا ينجم يبيع ولا ينجم يشري فهمت الفرق يا حاجه ولا؟ اخويا هذه شيء خاطيني ما نجمش. مرموش. شوف يا كمال. نعم. انا نتصور حاجه توجع برشا. ايوه. انه ام تدافع على اخوها. ايوه. وما دافعش على ولدها. ايوه اش نعمل صح؟ لا توجع ولا؟ توجع. توجع انه غيرك يتمتع بخيرك. توجع يا سي علاء توجع نبكي قدامها. هاي حاجه توا نحكيو في الحق توا. توجع يا سي علاء راهي. انا 13 كتار ونص نتصرف في شيء كيري. مش منزع عليا واحد تو بدا فاش تتصرف فيه؟ فاش تتصرفي؟ فين تصرف؟ ياك عقد انت عقد وعقد الديني انا معاك علاش ما تعطينيش توكيل؟ حد الخصام لا اسمع انا الباطل انت باطله وخوك باطلي ولا تربط في الحبس انت وخوك ناخذه من حسناتكم ولك امي ولا نعرفك اليوم اللي يبعثون لا خويا خطير لا امي لا يا كمال يا حاج ما نرضاش عليك كمال 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 طول بالك والكلام هذايا شوف انت انسان تمن بربي ولا انا نمن بربي ورسوله وتمن بالحق وبالباطل نمن بالحق والباطل اهي وتعرف ربي ايش قال على والدي نعرف ايوه نعرف واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا نعرف هكا ولا نعرف زي على نعم سي علاء لكن شوف سي علاء ولا تقول لهما اوف شوف سي علاء سامحني عاد دقيقة يا كمال يا كمال لو فرضنا انه الحاجة المرأة الفاضلة هذه بحذانا غالطة ما عندك حتى حق وربع حق باش تقول الكلمتين اللي قلتهم هذوك والله حتى ولو هي غالطة والله شوف سي علاء انا وتطلب منها السماح تو اي لا 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 ماذا بيا تطلب منها السماح تو سامحيني
اما سي علاش شوف نقول لك حاجه، انا راني مكهور مكهور 7 سنين وانا كاري، وحتى من ولادي بطلت من القرايه. تتصور تو يدوروا في الزريب يتحاوموا على الخدمه ما ثماش، وانا احنا نكسب 3.5 عليه، والقانون يقول لك جيب توكيل ما كاينش حقك ضاع معاه. شوف نقول لك ليش نحب نحب الناس كلها رايده شاد بيوتها، انت تحبني ولا ما تحبنيش؟ هاك شاد بيتك على راه. شوف نقول لك على حاجه، كل حد شاد محل. اي شوف نقول لك على حاجه، شوف نقول لك على حاجه، شوف شوف واحد شاد داره. اي شوف نقول لك على حاجه، انت على خاطر شاده دارك وقاعده في الاستقرار نتاعك، اما انا راني 7 سنين، 7 سنين تعرف ولادي بطلتهم القرايه، علاش بطلتهم؟ شكون يعاون فيا؟ تو انت كوار مستكفي بنفسك. لا سامحيني مستكفي في نفسي، علاش مستكفي في نفسك؟ ما انا جاي ياخذ عائلتي ولا مستكفي في نفسي؟ ما تعملش المشاكل. ما انت في بيتك وما تجيش. ما راهم يجوا ياخذوا لي عائلتي، وانا نقول لهم ما يسالش السماح. انت ما هذا الحديث. كيفاش ياخذ لي حقي؟ راهو كمال ولدك يحكي على حقه، على ورثة بوه، على حقه في البنات معناتها. هو ما يخليهوش حتى هو يعني قبل ما نوصلوا انه يا خو بايتو، الراجل ما ينجمش يدخل للارض اصلا، ما ينجمش يحط سقيه فيها. على غالب لا مش على غالب يا حاجه، حقه هذا ولا مش حقه؟ حقه ولا غالب؟ ما رانيش فيني ما عنديش حق، راني سلمت فيه. لا هو ما يحبش يسلم في حقه يا حاجه. لا نسلم يا حاجه. لا انا مش نقدر نتبع في الحق. انت سلمت فيه عن طيبه خاطر. استنى استنى، انت سلمت فيه. تبع فيه تبع في حقي. انت سلمت فيه. لا يبقى حرام بركات في الدين. يا حاج اسمع، انت سلمت فيه وفرحانه وراضيه. دبرات. هو ما عينوش باش يكون فرحان ولا راضي ولا يسلم في حقه. ماشي عندي فيه وهذا حقه راهو يضمن له. الناس تلفتت لي بحياتها ربي. نهار اخر كل حد ياخذ حق. توي كيف ربي خلقني اني لك لك الارض هذيك باش نعيش به. لا كل حد و شوف يا اما انا وقت اللي جانا اسم بابا غلط في حاجة الملكيه، كي صلحت انا خسرت 4 ملايين واولادي يلبسوا الصباط مقطع، انت خسرتوش معايا. انا صلحت اسم بابا وجبته لكم كامل برا خاطر جبته لكم في حاجة الملكيه، جبته لكم من البيان. انا طلبت منك حاجه، طلبت منك توكيل حد الخصام، لا نبيع لا نشري، ناخذ باي وباي معاك. واضح كمال، لك بالنسبه لكمال واضحه الامور معك، ما فيش حتى مشكله. يا حاج جيت تقف بحذايا. ايجا حاج قم بحذايا. ايجا حاج. طب والله يا وليدي دور لي دورني في كريرة. لا لا استناني 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 يا حاج يا حاج. اش بيك؟ راه مصعصع يا خويا، راه مصعصع، راه لا بعقل ولا بعينيه، راه مصعصع، راه مصعصع الحديث اللي حدث لك فيه الكل متصحيح. راه مصعصع. تو يثبت لي في خاله، يثبت لي في خاله، تو عبد في داره يا رسول الله ولا يتعمل. لا يقول لي ترى، لا يزيدني، لا يكلمني، لا يدور بيا، لا يضربني. هي منا تشوي، منا تشوي، هي منا تشوي ومنا تكوي. لا نبعد على الناس، بين ولدك وبين خوك. نقعد نتبع في المشاكل تو طوال العمر هذا. انا قلت روحي اني مريضه، ما نهار حاشك جمعه في الدار وجمعه في السبيطار ولا نتبع نتبع المشاكل. راه قولي كيفاه. ما عندك حتى مشكل يا اما، انت راكي باش تعملي لي توكيل، ما عندكش حتى اي مشكل. ولا تعرفي انا ولادي حتى ما عندك التعريف. انا ولادي كيف تعطيني توكيل؟ السمش الحاره ما تمسكش. التوكيل بطاقة التعريف ولا بلاش؟ ما عنديش هاري غديتها تحت منها. طلع حالك بطاقة التعريف. ايه طلع حالك. مطلع حالك ولا 15 جنيه من جبالك. برا طلع حراك. واضح. طلع حالي. هكا هو. حاجة. حاجة. باهي. تو في حكاية التوكيل. ماناش باش نلقاو حل زايد معناتها. أنت راضة تعطيه التوكيل في الخصام. مش خاصم به. لا. رافضة ولا ماكش رافضة يا حاج؟ حسيتك تمام شوي. عندي توكيل، عندي شيء حتى قلت لك بطاقة التعريف. رافضة مش تعطيك توكيل. باهي 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 واضح. باهي باهي مادام حكاية التوكيل يا حاجة. لا. حكاية علاقات إنسانية بين وليد وأمه. نحب نسألك معناتها حتى تبدا الأمور واضحة. يفتح هذا الستار تقابل ولدك الليلة ولا ما عينكش باش تشوفه؟ أنا. هذا. أي. يعني ايش عندي فيه؟ لأني طالبة منك. هاني قلت لك راضي عليه، هاني قلت لك مسامحك، هاني قلت لك ما عندي حق شيء عليه. يا حاجه نحل الريدو هذا ولا ما نحلش؟ وتمشي لولدك تبوسه وتعمقه عندك لا مده ما ريتوش. ما نبوسهاش وما ندوش به. مالا كيفاش باش نحل الستار يا حاجه؟ الله غال باش نبوسه معناتها يا حاجه خاطر هو جابني ولا اني جبته؟ انت ما جبته، شكون قساه؟
تكون قبره، تكون وصه لاهل المصل هذه. ها مر وحده. لا انا مش جاي نبوسك، انا مش جاي نبوسك. لا لا ما تبوسنيش ابدا، لا تبوسي لا نبوسك. مع الله. واش نتلاقوا في الدنيا الاخرى وقت اللي نموتك وتموت انت ونموت لكن نتلاقوا. ولا مش طالب توكيل يا حاج، انسى التوكيل. التوكيل يا حاج دقيقه كمان يا حاج. نعم. توا نسينا حكايه التوكيل. شعلنا فيه. توا ولد باش يقابل امه عنده مده ما راهيش حب يحضنها. هو طالب رضا الوالدين توا. لا هو ما قدامي حساك، ما هيك هنا وهو كهني. يمي قدامي ويمشي ويجي قدامي. به هذاك خلينا منه، هذاك توا خليني ن ن ن ن ن ن نحبهاش حساب. سامحني سامحني بالله كلام. انا يكون ما نحبهاش. هو سبالة موقع قلعوه كي حول هو الكريم. اعطيت السبالة يا ابني منها اللي ابني منها هاو يا حاج. هذا يكون نتجوزوا، هذا يكون نتجوزوا يا حاج. يا حاج هذا كل حكينا فيه. توا نحكي على ولد يحب يبوس امه، يحب يعنق امه. لا ما يبوسش. توا على رضا الوالدين نحكي. ما يبوسش. استنى هذا رضا والدين راه. لا تخليه يجي يبوسك هذا ولدك. لا لا اللي قلت انا اللي جبته وكبرت وربيته وعانيته ووصلته للي هو فيه. هو يا حاج يا حاج يا حاج خليه يجي يبوسك ولدك يا حاج. خليه يجي يبوسك ولدك ولا لا؟ ما يبوسنيش وما نبوسيش وما يدوش فيا. هكا هو زي هكا كل حد من غير ما تقفوا على الستار ولا حاجه. لا لا طالب رضاك راه. لا اش عندي فيه؟ لا ندعي ليه، لا نجيب ساحته، لا ابدا. وما باش يوصلني ولا نوصل له. برا تو تلاقوا في الدنيا الاخرى وتو هاك الساعه رتها. بارك الله فيك يا حاج. هكا هو انيس اجا وصل الحاج. لا يقول ندعي ليه هكا نجي والله ما نجيها ما نطب. سيسرح الحاج. تفضل تفضل. فالحاله هذه اللي جاي ندعثر وحالتي حليله وجايه واعطيني توكي برا نمشي الاول على التوكي. أيوة كمل عندي نيلة البرتيان واش نعطيك توفيق سي كمال. ما نعرفش نحبك بكل صراحة وجاوبني. ها تو سمعنا الحكاية بالتفصيل الممل مش لازم نرجعوا لها لأنه نعرفوا تفاصيلها. أنا عندي ليك سؤال في الحكاية هذه الكل. تتصور أنه حتى كنت عندك جانب من الغلط، غلطتش في حاجات، فيش تتصور روحك غلط؟ ما نتصور في روحي حتى شيء غلطت سي علاء وجاني جبتها قدام 11 مليون تونسي ويضرني بقى اسمع توا قدام. اذا كان انا غلط رجعني شويه بالكش عندي حتى غلطه صغيره. حسب اللي سمعته مش اللي متقى عليك. بالك عندي غلطه صغيره. انا حتى في الاخر قلت له الف ذيه ما انا ما عادش عاجب توكيل سامحيني واذا عملت لك حاجه قلت له مش حتى مشكل. فهمتني؟ انا سي علاء رنت مربط وخسرت 4 ملايين. من جبت باش نشري بهم نومر ونشري خسرتهم على الاوراق باش قلت لهم الاوراق وجبتهم لو اعطيتهم لفيدا. فهمتني؟ وام اعطيني توكيل باش ناخذ باي وبايك. فهمتني؟ لفتت لي انه هو التوكيل مش نخاصم خوها. وانا اللي وصلت معاه للحبس. واضح. فهمتني؟ باهي يا سيدي خويا ان شاء الله ربي معاك. يرحم بوك. وان شاء الله ما نسمع عليك كان الاخبار الطيبه. تحيه كبيره كمال المهدي. عايش. شكرا لك. كمال. للأسف الليلة ما تمكناش من أنه يفتح الستار بين الأم وبين ولدها، وأنا نتوجع أكثر بالفعل بين أم وولدها. الموضوع كان فيه شوية خلاف لكن في الأخر وصل للحاجة باهية أنه رضا الوالدين. كمال طلب رضا أمه، حب يعنقها ويبوسها ويقول لها يا أمي سامحني. حاجة مؤلمة برشا أنه أم ترفض رضا ابنها على خاطر بين الرجل ومرته يصير يتعاركوا، بين أصدقاء بين أخوة يصير، لكن بين أم وولدها لم حاجة مقدسة. وللأسف الليلة خالتي فرحانية ما حبتش تحل الستار في وجه ولدها. إن شاء الله موقفها يتبدل في الأيام القادمة بعد ما تفرج في البرنامج، ممكن رأيها يتبدل ويتغير. وهي منها تكوي بين الخو وأخته، لكن بين الولد والأم حكاية أخرى. وهو في نهاية الأمر مطالب إلا رضا الوالدين. مشاهدة طيبة للجميع.